السلام عليكم ورحمة الله. لماذا تم اختيار اللون الأخضر للدولار الأمريكي؟ وما سر الرموز الموجودة على ورقة الدولار؟ في عام 1861 بدأت الحكومة الفيدرالية الأمريكية بإصدار النقود الورقية الخضراء لأول مرة كوسيلة لتمويل الحرب الأهلية الأمريكية، بعد أن كان الكونجرس القاري يصدر أوراقا تسمى كونتيننتال لغرض مشابه، وهو المساعدة في دفع تكاليف الحرب الثورية آنذاك. لكن لماذا تم اختيار اللون الأخضر للدولار الأمريكي؟ وما سر الرموز والأحرف والأرقام الموجودة على ورقة الدولار الأمريكي؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو. في العقود التي سبقت الحرب الأهلية، قامت البنوك الخاصة والمستأجرة من الحكومة الأمريكية بطباعة النقود الورقية، إلا أن هذه الخطوة أدت إلى صدور مجموعة واسعة من التصاميم التي كانت سهلة التزوير. لذلك قررت الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع ستينيات القرن التاسع عشر اعتماد أوراق نقدية جديدة ووزعتها الحكومة، وأصبحت تعرف بالعملة الخضراء لأن جوانبها الخلفية على كلا الجانبين كانت مطبوعة بالحبر الأخضر الذي صنع بواسطة عصير النخيل، وكان هذا الحبر يستخدم لتمييز العملة الأصلية ومنع تزوير النقود عبر تقنيات التصوير الفوتوغرافي، نظرا لأن الكاميرات في ذلك الوقت كانت تلتقط الصور باللون الأبيض والأسود فقط. وكان اختيار الاستمرار في طباعة الأوراق النقدية بالحبر الأخضر لأنه وفقا لمكتب الولايات المتحدة للطباعة والنشر عام 1929 كان الحبر الأخضر أقل تكلفة، ودائما ما كان اللون الأخضر مرتبطا بالاستقرار في عالم الاقتصاد. وقد يكون الدولار الأمريكي من أكثر العملات تداولا حول العالم، لكنه قد يكون أكثرها غموضا، حيث تثير الرموز الموجودة على ورقة الدولار الكثير من الجدل والغموض. فمن الرموز التي تحملها ورقة الدولار هي الهرم والعين فوق الهرم، أو الهرم الناقص والعين فوق الهرم. ومعناها وفقا لموقع ريدرز ويجست أن الهرم يرمز إلى القوة والمدة، وقمة الهرم المفقود تدل على أن بناء البلاد لم ينتهي بعد. أما العين فوق الهرم فهي تدل على رمز قديم للألوهية التي ترى كل شيء. وتظهر على ورقة الدولار أيضا رموز درع النسر، فالنسر يعد طائرا أمريكيا فريدا، ومع وجود درع لا يحتوي على دعامة من أمامه فإنه يدل على أن الأمريكيين يجب أن يعتمدوا على فضائلهم الخاصة. أما النجوم فوق النسر وعددها 13 نجمة، فهي تمثل الولايات المتحدة 13 التي كانت في تلك الفترة. أما بالنسبة لختم وزارة الخزانة وهو الميزان الموجود على الختم، فهو يرمز للعدالة أو الميزانية المتوازنة. وعلى الجانب الأمامي من ورقة الدولار يظهر رقم مكون من رقم واحد أو رقمين أربع مرات، وهو يشير إلى البنك الفيدرالي الذي طبع الدولار. وعلى سبيل المثال فالرقم واحد يعني أن تم صنعه في بوسطن، بينما الرقم اثنين يشير إلى طباعته في نيويورك. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.